دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. أحد أشهر قصائد مدح خير البرية قصيدة البرد للبصيري، أحيا بها سكان القرارة ولاية غرناية ليلة المولد النبوي الشريف في جو إيماني روحاني. المضيء به العرش المجيد وما حواه، وأستبيح الكلمة مرضاة تعم الصفوة البشرية من صالح أهل بيته والصحابة ومن اقتفاه، وأستوهبه نورا لدنيا أتدي به إلى حضرته القدسية وتباتا على حبه والأنس به وتقواه. إلى جانب هذا، نظم مجلس شباب العشائر معرضا للجمعيات والمؤسسات الفاعلة في البلدة بهدف تشجيعها والتعريف بأنشطتها. بالنسبة لمؤسسة فتاة الأمة، هي مؤسسة خيرية اجتماعية ينفطر لها المشهد لا شكر قليل من ناحية مبادرات اكتشاف المبادرات من ناحية الله يبارك قاطرات ما شاء الله تفجر في عشيرة في هذا المعرض من أمر ما يكون نسى محتفات القديم بعض المنظمين. شكرا للمنظمين. على أن يستمر هذا المعرض طيلة أسبوع المولد النبوي الشريف من أجل نشر الثقافة والمعرفة بين أوساط المجتمع.